القصة التي سنرويها اليوم حدثت في مقبرة نوفي بيوغراد، والتي تقع حول مدينة بلغراد في صربيا. لاحظ السكان المحليون شيئا مذهلا يحدث على أحد القبور، غالبا ما كان كلب الراعي الألماني في مكان دفن صاحبه، وغالبا كان ذلك من أجل العثور على الطعام. شاهد الناس ذلك وتصرفوا بحنان نحو الكلب، والعديد منهم قام بإطعامه، وحتى عندما حل الطقس البارد الكلب لم يترك مكانه. بالقرب من جاهد القبر كانت قد حفرت حفرة صغيرة وتلتف محاولة الحفاظ على الدفء فيها. التقط البعض صورا ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، متبوئا بكلمات التعاطف المناسبة للكلب والإعجاب بولائها. يبدو أنها إحدى تلك القصص المشابهة لقصة حياة كلب الهاسكي، ولكن مع ذلك ليس كل شيء بهذه البساطة. إحدى هذه الصور لفتت انتباه نيمي خالوفسكي كونها مدافعة عن الحيوانات، وكانت مصممة على مساعدة الكلب ومعرفة تفاصيل سلوكها، وكما اتضح أنها هي من كشفت السر الصغير لكلب الراعي الألماني. على ما يبدو كانت الفتاة هي الوحيدة التي اقتربت من حفرة الكلب، ولدهشتها لم تكن فقط الكلبة ولكن أيضا جراؤها الأربعة التي كانت ملتفة حولهم. بالنظر لعمر الأشبال أصبح واضحا أنهم ولدوا مؤخرا، كما اتضح في البداية كان سبب حياة الكلبة في المقبرة هي الولاء الحقيقي للملك المتوفي. عندما جلست هناك كان الهدف هو إطعام الجراء وإعطائهم نوما دافئ، ولكن بما أنها لم يكن لديها منزل قررت أن تستقر مباشرة على القبر. الحصول على الطعام في الشتاء كان صعبا للغاية، لذا كانت الأم منهكة جدا. الفتاة التي رأت مشكلة هذا الحيوان لم تستطع الرحيل وتركه، ولنصف شهر كانت تجلب الطعام والشراب للكلب وجرائه حتى تتعود عليها، لأن الكلبة أصبحت أما وكانت تدافع بشراسة عن جرائها ولم تسمح لأحد بالاقتراب. بعد ذلك الوقت كلب الراعي اعتاد على ذلك، وأخيرا سمح لنفسه والجراء بالذهاب إلى المالك الجديد. لقد تحسنت صحة الكلاب وزاد وزنهم في عائلتهم الجديدة، وربما لأول مرة في حياتهم كانوا بأمان. وتم استبدال كهف المقبرة البارد ببطانية دافئة وناعمة، ولم يتلقوا بالتغذية الجيدة فحسب بل أيضا الرعاية الطبية المؤهلة. لدينا عادة بطل واحد في كل قصة، لكن اليوم هناك بالتأكيد اثنان: الكلب المخلص للمالك الذي خدمه طيلة حياته ولا يريد أن يتركه بعد وفاته، والفتاة التي أظهرت مشاركتها ومساعدتها في مصير كلب سيء الحظ ومهجور والذي لم يحتاجه أحد وأطفاله. إذا أعجبك الفيديو اترك لنا لايك واشترك بالقناة، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس حتى لا تفوتكم فيديوهاتنا الجديدة. نراكم بالفيديو المقبل.